السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الجزء الأول من الدرس العاشر في مادة الرياضيات للسنة الثانية من التعليم الابتدائي. استعمال التقنية الاعتيادية للطرح بالاحتفاظ. أهداف الدرس: ضبط جدول الطرح إلى 18 ناقص 9، وضع وإنجاز عملية الطرح لعددين بالاحتفاظ باستعمال التقنية الاعتيادية، إيجاد الأعداد الناقصة في عملية طرح منجزة بالاحتفاظ. أكتشف وأتمرن. أولا، لدى مريم 64 درهما، أعطت 38 درهما لخديجة، كم بقي لديها من درهم؟ أستعمل القطع النقدية والمستقيم العددية وجدول العد وأحسب 64 ناقص 38. إذن أطرح الوحدات، لا يمكن طرح 8 من 4. إذن أبادل 16 و4 وحدات ب15 و14 وحدات، يعني أخذ 10 دراهم أحولها إلى قطعة واحدة من 10 دراهم إلى 10 قطع من فئة درهم واحد، هكذا تصبح لدي 5 قطع من فئة 10 دراهم و14 قطعة من فئة درهم واحد، هكذا. إذن هنا نشطب على 4 ونحولها إلى 14 ونشطب على 6 وتصبح 5. ثالثا، أطرح 8 وحدات من 14 وحدة، أطرح 13 من 15. كما تلاحظون لقد شطبنا على 8 قطع من فئة درهم واحد و3 قطع من فئة 10 دراهم. إذن 14 ناقص 8 تساوي 6، ثم 5 دراهم ناقص 3 دراهم تعطينا 2. إذن بقي لديها 26 درهما. الآن انطلق من 64 وانتقل ب8 لأصل إلى 56، ثم انتقل ب10 ثم ب10 ثم ب10 لأصل إلى 26. إذن نريد أن ننقص 64 نقص منها 38. إذن نرجع، ننطلق من 64 ننتقل ب8، يعني ننقص 8، ثم بعد ذلك ننقص 30، يعني 10 و10 و10، 10 زائد 10 زائد 10 تساوي 8، زائد 8 تساوي 38. إذن 64 ناقص 38 تساوي 26. عندما نقصنا 8 من 64 حصلنا على 56، وبعد ذلك نقصنا 30 من 56 هي 26. ثانيا، أستعمل المستقيم العددي والأقراص وأحسب. هنا لدينا مثال: 13 ناقص 6 تساوي 7.
إذن انتقلنا من 13 6 مرات، 13 إلى 12 المرة الأولى، ثم إلى 11، ثم إلى 10، ثم 9، ثم 8 إلى 6. إذن 13 ناقص 6 تعطينا 7. نقوم الآن بإنجاز العمليات الأخرى. 13 ناقص ماذا تساوي 2؟ 13 ناقص 11. 13 ناقص ماذا؟ ناقص 8 تساوي ماذا؟ 13 ناقص 8 تساوي 5. 13 ناقص ماذا تساوي 3؟ 13 ناقص 10. 13 ناقص 9 تساوي 4. 14 ناقص ماذا تساوي 2؟ 14 ناقص 12. 14 ناقص 8 تساوي ماذا؟ تساوي 6. 14 ناقص 6 تساوي 8. 14 ناقص ماذا تساوي 3؟ 14 ناقص 11. 14 ناقص 9 تساوي 5. 15 ناقص 6 تساوي 9. 15 ناقص 7 تساوي 8. 15 ناقص 8 تساوي 7. 15 ناقص 9 تساوي 6. 17 ناقص 9 تساوي 8. 16 ناقص 7 تساوي 9. 16 ناقص 8 تساوي 8. 16 ناقص 9 تساوي 7. 17 ناقص 8 تساوي 9. 18 ناقص 9 تساوي 9. الآن نستعمل الأقراص. 13 ناقص 6 تساوي، عندنا 13 قرصا، ستة أقراص بالأحمر وستة أقراص بالأصفر. إذن 13 ناقص 6 هو عدد الأقراص الصفراء، هو 7، والعكس ثاني، 13 ناقص 7 هو عدد الأقراص الحمراء اللي هو 6. نفس الطريقة، 15 ناقص 7 لدينا 15 قرصا، 7 بالأحمر و8 بالأصفر. إذن 15 ناقص 7، إذا نقصنا الأقراص 7 الحمراء سيبقى لدينا الأقراص الصفراء 8 تساوي 8. وكذلك 15 ناقص 8 هي تساوي 7. ثالثا، أستعمل المكعب والقضب والقضيب وأنجز كل عملية طرح. العملية الأولى، 63 ناقص 27. نقوم بطرح الوحدات. 3 ناقص 7 لا يمكن، إذن نقوم بتعويض 3 ب13 ونحول 6 إلى 5. هكذا نأخذ 10 من 6 ونضعها مع الوحدات، تصبح لدينا 13 وحدة و5 عشرات. نقوم بالعملية، 13 ناقص 7 تساوي 6. ثم ننتقل إلى العشرات، 5 ناقص 2 تساوي 3. العملية الثانية، 34 ناقص 16. نقوم نفس الطريقة، 4 ناقص 6 لا يمكن، نعوض 4 ب14 ونقوم بتعويض 3 ب2. قوموا بالعملية، 14 ناقص 6 تساوي 8. نقوم بطرح
العشرات، 2 - 1 تساوي 1. العملية الثالثة، 64 - 31، 4 - 1 يمكن تساوي 3، 6 - 3 تساوي 3. هذه ما فيهاش مشكل. العملية الأخيرة، 85 - 38، قوم بطرح الوحدات. 5 - 8 لا يمكن، نعوض 5 ب15 ونعوض 8 ب7. 15 - 8 تساوي 7. نقوم بطرح العشرات، 7 - 3 تساوي 4. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.